مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا، متواصلين مع حضراتكم في برنامجكم صحتك بالدنيا خلال شهر رمضان الكريم. يمكن النهارده هنتكلم عن فتره التبويض، وهذا الموضوع يمكن فيه اسئله كتير قوي بتشغل بال الكثير من النساء والسيدات. هنتكلم عن فتره التبويض ازاي بتحدث وازاي بنحسبها. هيكون في هذه الحلقه معنا الاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري واطفال الانابيب. اهلا بيك معنا يا دكتور. اهلا بيك. يمكن نبدا الحوار مباشره يا دكتور، احنا هنتكلم عن فتره التبويض او التبويض عند السيدات. عايزين نقول متى يحدث التبويض الطبيعي او ازاي؟ بص عليك، هو طبعا التبويض هو خروج البويضه من المبيض في وقت ما اثناء الدوره، وهذا الخروج ياتي باشاره من غده في المخ اسمها الغده النخاميه. تمام. الاشاره دي ان تاتي في لحظه ما في وقت معين من الدوره، تخرج البويضة دي بعد كده هو عشان تمشي لحد لما تلتقطها أهداب قناة فالوب للدخول داخل قناة فالوب. مدة الدورة عند المرأة كنزول دم بتبقى من يوم لسبعة أيام. مدة الدورة من أول يوم نزول دم المرأة اللي بعدها من 21 يوم لحد 36 يوم. فالتغيير في مدة الدورة ليس له تأثير قوي على عملية التبويض عند المرأة. أكتر من 95% من السيدات اللي عندهم دورة منتظمة هيكون عندهم تبويض منتظم. تمام، يعني انتظام الدورة بيكون مؤشر إلى وجود تبويض أيا كان الوقت اللي هيحصل فيه تبويض. تمام. يعني في سيدات بيتخيلوا أن التبويض بين اليوم الـ 12 والـ 14، وأن اليوم الـ 12 والـ 14 دول في لبس في الفكرة عند السادة المشاهدين. في ناس بيتخيلوا انها بعد انتهاء الدورة. هو ليس بعد انتهاء الدورة، هو من اول يوم نزول دم دورة ممكن يحصل تبويض. لو افترضنا ان احنا النهاردة مثلا يعني يوم 1/8/2014، تمام، يبقى يوم 14/8/2014 هو اليوم ال 14 او ال 15 من الدورة، من نزولها من نزولها اللي هو يوم ال 14 بتاع الدورة. تمام. هتنزل الدورة عدة ايام، ده اسمه المنسترول بيريد او المنسترول فيز. المنسترول فيز ده اللي هو في بطانة الرحم التي كانت تهيئ من الشهر السابق تنزل، ويبقى كده تجويف الرحم من الداخل، البطانة بتاعته اصبحت مقاربة ليه، اعتبريها الصفر. هي طبعا عمرها ما توصل لانها تبقى صفر ملي متر. وبعدين في بعد كده مرحلة تانية اللي هي بتاخد في حدود من 8 ايام ل 12 يوم، اللي هي اسمها الفوليكولر فيز. هم سموها فوليكولر فيز ليه؟ لان فوليكل يعني بويضة، فيز يعني ده الوقت اللي تكون فيه بويضة داخل المبيض. هذه البويضة تخرج بهرمونز، الهرمونز تسير في دم المرأة، تعطي إشارة عن طريق الأوعية الدموية المغذية للرحم عشان تتخن بطانة الرحم. تدخين بطانة الرحم ده أنا عامل زي بالظبط اللي عنده مثلا مخدة في البيت، والمخدة دي هو قاعد بيملاها قطن أو قاعد بيملاها سفنج. تمام. لحد لما توصل لنقطة معينة، وصلت عند النقطة دي بيقوم مخيط المخدة ويقفلها. ترتيب المخدة بقى بعد كده وإنك أنت تقعدي تخبطي عليها عشان تبقى مستوية، ده اللي هو اسمه اليوتيل فيز. الفوليكولر فيز ده اللي هو لحد لما تخرج البويضه من المبيض عشان تلتقط داخل قناه فالوب. هيجي بعد كده اللي هو الاسبوعين اللي ما بعد خروج البويضه حتى تلتصق البويضه بعد ست او سبعة ايام على بطانه الرحم، والايام اللي بعد التصاق الجنين على بطانه الرحم ان التصق والوقت اللي بيبقى فيه هذه البطانه بتاخد سيجنال تاني او اشاره تاني من هرمون اسمه البروجستيرون. الهرمون دون بيبقى بيعد بطانه الرحم بطريقه معينه لان الجنين دون ان التصق يستمر. يبقى هما ثلاث مراحل في الدوره عند المراه، اللي هي المنسترول اللي هي نزول الدم، فوليكولر اللي هي بيتكون فيها البويضه في الانبوبه وبطانه الرحم بتتخن لنقطه معينه،
ومع خروج البويضه الجزء الثاني من الدوره اللي هو اللي اسمه اللوتيال فيز اللي هو بيتحكم فيه هرمون اسمه البروجستيرون. طب ايه هي ما هي فتره التبويض يا فندم وازاي نحسبها؟ فتره التبويض متغيره من مراه الى الاخرى. اعتبريها من اليوم التاسع من بدايه الدوره لحد اليوم ال 16 او ال 17 من بدايه الدوره. اليوم التاسع من بدايه الدوره اليوم ال 16 او ال 17. تمام. انا وانا قاعد بكلم مع حضرتك قاعد ببص على المبنى اللي ورانا ده اللي هو في الصوره. المبنى ده اتبنى في العشرينات من القرن الماضي بقاله 100 سنه صح؟ المفروض لا يتغير شكله، يعني انت لو رحتي اوروبا هتلاقي مثل هذا المبنى كما هو يجمل مع الوقت ولا يفقد رونقه. متابعه التبويض او الفكر بتاع تبويض المراه من مئات السنين واحد. تمام. المتغير في الزمن اللي احنا فيه هو انه اصبح الدكتور بيدخل في ذهن السيده او الزوج والزوجه ضعف التبويض او ان هذه المراه المفروض ما عندهاش تبويض او عندها ضعف في التبويض، وده معتقد خاطئ جدا. نقطه مهمه، لانه اكثر من 80% من السيدات، ودي احصائيات انا عارف انها مش غلط، اكثر من 80% من السيدات اللي بياخدوا ادويه لتنشيط المبيض في العيادات مالهمش، مفيش ايفيدنس او مفيش دليل على احتياجهم لمثل هذا التنشيط. احصائيه تانية، اكتر من 85% من ادويه التنشيط التي تباع في جمهوريه مصر العربيه او التي تعطى للسيدات في جمهوريه مصر العربيه بتعطى بصوره عشوائيه، وهي مجرد روشتات بتتكتب فقط لتنشيط المبيض. إن كان في طبيعة الجنس البشري ربنا خلق السيدة هو عايز هتطلع أكتر من بويضة، كان قادر على أن السيدة دي بدل ما تطلع بويضة واحدة في الشهر تطلع أربع أو خمس بويضات. يعني والدليل أنه المبيض بتاع البنت لما بتتولد من بطن مامتها المخزون في متوسط السيدات او متوسط البنات اللي هو احنا مش هنقول الخصوبه عندهم عاليه جدا وهم لسه بيبيهات او الخصوبه بتاعتهم منخفضه، المتوسط هو وجود ما يوازي من ربع مليون ل 400 الف بويضه قادره على انها تخرج من المبيض لاحداث تخصيب بالحيوان المنوي. تمام. طب احنا معانا فيديو يا دكتور واحنا بنتكلم معاك، ممكن مخرجنا العزيز ينزل الفيديو. الفيديو ينزل. طب يعني دي صوره تخيليه للمبيض اللي هو عامل زي الكره البيضة. تمام. المبيض ده بتخرج منه بويضه بتلتقطها زي ما قلت لحضرتك الاهداب بتاعه قناه فالوب، دي البويضه وهي بتخرج، وده صوره تخيليه وليست صوره حقيقيه، زي بالظبط اللي عنده مثلا حرق في جلده وفي فقفئه والفقفئه دي بتفتح وتطلع سائل، السائل ده بيبقى فيه بويضه. تمام. والبويضه دي بتدخل داخل قناه فالوب، البويضه دي طبعا الصوره دي لم ولن يرى الجنس البشري، الحقيقه او الصوره الحقيقيه للبويضه وهي بتجري داخل قناه فالوب. تمام. ده تخيل. والحيوانات المنويه بتجري عشان تقف في نقطه ما برضو مش معروفة عشان تدخل الحيوانات المنوية، مش معروف العدد اللي بيجي من حيوانات منوية من الجماع. تمام. هو تحليل السائل المنوي يقول لك في 20 مليون حيوان منوي، طب كم واحد بقى بيوصلوا للبيضة ما نعرفش. تمام. ومن من الحيوانات المنوية بالضبط، ومن من الحيوانات المنوية تلتقطه البويضة او يدخل جوه البويضة او واخد اشارة ان هو دون اللي يدخل جوه البويضة مش معروف. تمام. ومين اللي بيدي اشاره وامتى في الثانيه اللي يدخل فيها الحيوان المنوي داخل البويضه الباقيين يقفوا ولا يستمروا في اختراق البويضه بدل ما يبقى جوه البويضه حيوان منوي ويبقى فيه 10 15 حيوان منوي مثلا. تمام. وبعدين ينقوا نفسهم جوه، لا ده هو من بره كده واحد بس هو اللي بيدخل، واحد هو اللي بيخصب البويضه وبعد كده هو تبدا عمليه الانقسام. السؤال اللي بعديه بقى هو ليه لما تبقى في بنوته عندها المبيض بتاعها وهي سنها سنه سنتين عندها المبيض بتاعها ممكن يكون بيطلع 500 الف بويضه 400 الف بويضه 250 الف بويضه، وعمر المراه في حدوث حمل
من 15 يا ستي ل 55 سنه، يعني 40 سنه، والسنه فيها 12 شهر، يبقى انت عندك 500 بويضه. ليه ربنا خلق المبيض طالع فيه 500 فيه 400 الف بويضه، واللي هيستخدمهم 250 بويضه؟ ليه؟ ما انا ما اعرفش. يعني انت فاهم عليك قصدي؟ يعني ومين من البويضات داخل المبيض هو اللي بياخد السيجنال او الاشاره ان هو اللي يبدا يتكون الشهر ده؟ دي برضو مش معروفه. وليه في شهور بيبقى فيها تبويض وليه شهور ما فيهاش تبويض؟ برضو السيده اللي عندها دوره منتظمه هناك احتمال ان يحصل عندها تبويض بنسبه 90%، وهناك احتمال ان يعدي عليها شهور بنسبه 5-10% ما يحصلش عندها تبويض. ومين قال ان البويضه اللي بتخرج مثلا من المبيض الشمال سوف تلتقط عن طريق الانبوبه الشمال؟ ما هي ممكن تخرج من المبيض الشمال وتلتقط عن طريق الانبوبه اليمين، وممكن تخرج عن طريق الانبوبه اليمين وتلتقط عن طريق تخرج من المبيض اليمين وتلتقط في الانبوبه الشمال. كلها حاجات مش معروفه. عشان كده احنا بنقول انه كلاسيكيه الفحوصات بتقول انه كفاءه المبيض هم اربع حاجات. ايه هي بقى كفاءه المبيض؟ هو حجم المبيض، وده من اهم الحاجات. وحجم المبيض هو ليس حجم المبيض بالفحص، هو حجم المبيض بالموجات الصوتيه. وحجم المبيض بعديه ياتي استجابه المبيض للتنشيط، لانه في سيدات هرمونيا بيبقوا سلام وتنشيطهم لا يحدث. حضرتك قلت المنشطات دي ممكن تمام، هحكي لحضرتك يعني ايه منشطات. وفي سيدات بيبقى حجم المبيض منخفض كفوليوم كمحيط، ولكن الاستجابه بتاعتهم بتفرز عدد بويضات. تمام. وبعدين نمره ثلاثه هي التحاليل اللي بتتعمل لقياس كفاءه المبيض، ودي بتتعمل في اليوم الثاني او الثالث او الرابع من بدايه الدوره، من بدايه نزول دم الدوره. والتحليل اللي هم بيسموه الانتي مولاريان هرمون اللي هو بيعمل مخزون المبيض. العلم حاليا او الطب حاليا بيتوجه ناحيه جوده البويضه وليس عدد البويضات. يعني ايه المعيار هنا؟ الجوده. معيار هو جوده البويضه وليس عدد البويضات. يعني انا ما يعنينيش ان السيده تطلع 15 او 20 بويضه من التنشيط، يعنيني انه البويضات دي ان كان هناك ادويه او اجراءات معينه ترفع من جوده وترفع كمان تطبق لرفع نسبه حدوث حمل. هو الحمل هيزيد برفع جوده البويضه ازاي؟ البويضه بيخرج منها 23 كروموزوم، والحيوان المنوي هم 23 كروموزوم، يلتحمان سويا في الساعات الاولى من اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي لعمل جنين. الجنين هو خلايا، الخلايا في الانبوبه. الخلايا دي هي التكوين الوراثيه للرجل والمراه. الخلايا دي هي بدايه تكوين بني ادم جديد بصفات مختلفه تماما عن اي بني ادم على سطح الكره الارضيه في اللحظات او في الدقائق او في الساعات او في الايام الاولى قبل الوصول الى تجويف الرحم للالتصاق على بطانه الرحم. خلاص؟ تمام. لما تيجي انت تدي اي دواء يدعم جوده البويضه او يدعم جوده الحيوان المنوي، فانت بترفعي من جوده المنتج دون، وبالتالي بترفعي من جوده الجنين، وبالتالي بترفعي من نسبه حدوث حمل. صح. لان حضرتك بقى عندك برودكت احسن في التكوين بتاعه عن الايه؟ انك انت ما تبقيش هتقولي يعني هو انتوا مالكم ملخبطين الدنيا كده، ما هي ست بيحصل لقاء بينها وبين الرجل يحصل تحمل وخلص الموضوع على كده. هي دي الحقيقه، انه الحمل الطبيعي ياتي بسهوله. الحمل في السيدات اللي عندهم تاخر انجاب حاجه من الاثنين، يا هو مساله وقت يا هو مساله سبب. يعني ايه مساله وقت يا دكتور؟ في مجموعه من السيدات عندهم حاجه اسمها تاخر حمل غير معلوم السبب، هي لا تنجب وهو غير معلوم ان كانت الحيوانات المنويه بتاعته تستطيع ان هي تعمل عيال ولا لا. بس هما الاثنين كفحص كفحوصات سلام تماما،
والمجموعة دي بقت مجموعة كبيرة. أو كنت هسألك سؤال، الموضوع يعني المجموعة دي بقت مجموعة كبيرة، المجموعة دي بتكون من 20-25% من المترددين على عيادات تأخر الإنجاب، وبتكون أكتر من 40% من العيانين اللي هم بيروحوا مراكز تأخر الحمل، لأنه الكثير منهم، ده بقى سؤال حضرتك، الكثير منهم بعد لما بتتجوز طبيعي بعد فترة ما أيا كانت الفترة إيه بتبدأ تلجأ إلى الطبيب. الأطباء اللي مصحصحين هيقولوا لها الله حضرتك هتعملي 1-2-3 وجوزك هيعمل 1-2 كذا، وبعدين هنشوف الفحوصات دي، إن كانت سليمة يبقى أنتم مؤهلين لحدوث حمل. بس لا تقف الأفكار الطبية في العيادات عند كده، بتقف عند أنه مش بتقف، ما بتقفش خالص، تفضل السيدة دي بتخضع لعلاج دوائي. العلاج الدوائي ده تحت فكر إيه؟ أن أنت عندك المبيض ضعيف او المبيض محتاج منشطات، وزي ما قلت لحضرتك اكتر من 80% منهم مش محتاجين منشطات. ايوه ده النقطه اللي نسال. ومجموعه تانية بياخدوا علاج لتنشيط المبيض مش عشوائي لما لا نهايه. ان كان هناك اجراء بيتعمل لتاخر الانجاب، فاكثر الافكار قبول في الطب هنا او في اي حته في العالم هو اعطاء وقت محدد للاجراء الطبي، سواء كان جراحي او سواء كان ادوية، لحدوث حمل. يعني ايه يا احمد؟ يعني احنا النهاردة بدينا الحلقة الجراحي دي بشكله ايه يا دكتور؟ يعني الادوية اللي هي المنشطات، المنشطات الجراحي ده بقى ايه؟ ما انا هحكي لك دلوقتي. يعني احنا دلوقتي قاعدين الحلقة ليها نقطة بداية ونقطة نهاية. تمام. ينفع نقعد من دلوقتي ونقعد نتكلم 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 لحد النهاردة بالليل وبكرة وبعد بكرة؟ في وقت محدد. تمام. نفس الكلام بالنسبة لتنشيط المبيض، إن كان هناك حاجة لتنشيط المبيض فالتنشيط ده بيتعمل عدد معين من الشهور، المقبول عالميا هم 6 شهور. تمام. إن كنا هنزود نظرا لظروف ما ممكن يبقوا 12 شهر. ال 12 شهر دول ممكن يبقوا ورا بعض وممكن يبقوا على مدار 3-4 سنين. تمام. 10 سنين زي ما يكون. تمام. الست شهور دول ممكن يكونوا ورا بعض وممكن يكونوا على مدار 15 سنة، بس اسمهم 6 مرات في تنشيط المبيض. التنشيط ده يعني بدي أدوية لتحفيز المبيض دوائيا عشان بدل ما بيطلع بويضة أو غير قادر على إخراج بويضات يطلع عدد كبير من البويضات، أو عدد أيا كان كفاءة المبيض ده العدد اللي يستطيع هذا المبيض إفرازه. طيب لو أنا المبيض ده تفاعل معايا دوائيا، يبقى المفروض إيه اللي يحصل؟ انا من جوايا بقول للست دي انت عندك مشكله في التبويض، صح كده؟ صح. فيبقى الست دي لما انا اديها ادويه هيحصل استجابه للمبيض بتاعها، فالمفروض يحصل حمل. طب المجموعه الكبيره جدا اللي بتاخد منشطات وما بيحصلش حمل، ليه؟ لانه قد يكون هناك سبب اخر غير معلوم او مجهول الى الاطباء والعلم يكون بيأخر الحمل عند هذه المراه، مش فقط اللا تبويض او ضعف التبويض. طب المجموعه الثانيه اللي بتاخد منشطات ولا تستجيب للمنشط، بيتم رفع جرعه المنشط في محاوله لافراز بويضات من المبيض. طب ولو انا عليت الجرعه والسيده استجابت، ايوه المفروض تحمل. صحيح. طب ولو ما حملتش يبقى زي زميلتها اللي كانت بتاخد ادويه قليله وبتطلع بويضات وما بتحملش. طب عليت الجرعه والسيده دي ما استجابتش دوائيا، اجراءات مثل مثلا المنظار وتثقيب المبيض اللي هو اسمها تكيسات، عمليه التكيسات عشان المبيض ده يتفاعل معايا اكثر بالادويه. وهنا ياتي المعتقد الخطا نمره 3 أو 4 أو 5، انه في بعض السيدات بيتخيلوا ان تكيسات المبيض هو مرض يزول عن طريق المنظار، ودي معتقد خاطئ تماما، لانه تكيسات المبيض هي متغير في طبيعه مبيض المراه. ان كنا هنعمل تثقيب للمبيض فاحنا بنعمله ليس لازاله التكيسات، لان التكيسات لا تزال، دي طبيعه المبيض، ولكن دي لتقليل او تقليص حجم المبيض او عدد الاكياس الصغنونه اللي موجوده في المبيض. فبالتالي لما الست بعد كده هو ان تاخذ علاجات لتنشيط المبيض يستجيب. المفروض المبيض المفروض المبيض يستجيب. صحيح. في مجموعه تانية
طبيعتهم او طبيعه المبيض دون ان هو محتاج جرعات مفرطه جدا من التنشيط لافراز بويضات. في المجموعه نمره 2 اللي احنا كنا بنحكي عليها من شويه، والمجموعه نمره 3 اللي لما هيغلب حمارنا هنروح نعمل منظار، والمجموعه نمره 4 اللي لو عملوا منظار ما عملوش منظار محتاجين جرعات عاليه جدا من التنشيط، يبدا يتعمل حاجه اسمها patient counseling. يعني السيده دي تعرف هي بتاخد الادويه دي ونسبه حدوث حمل من الاجراء اللي هي بتعمله قد ايه. لو انا النهارده هقول لك والله حضرتك هتاخدي ادويه لتنشيط المبيض والتنشيط ده سوف ياتي بنسبه نجاح او نسبه حدوث حمل في 6 أشهر من 10 لـ20%، يبقى انا كده امين معاك. صحيح. إن لو هنعمل حاجه اسمها تلقيح مثلا يبقى نسبه حدوث حمل في حدود التلقيح الصناعي ده اللي هو الحيوانات المناعيه تتاخد تدخل جوه الرحم من 3 شهور علاجات نسبه حدوث حمل سوف تكون 15%. ان كنا هنسحب بويضات خارج الجسم وتخصب بويضات بحيوانات منويه اللي اسمه حقن مجهري نسبه حدوث حمل مثلا من 40 لـ60% في شهر واحد. يبقى انت كده سوري يعني في الكلمه رميتي الكوره في ملعب الطرف الاخر ان هو يبدا يفكر هو في انهي اتجاه عايز يمشي. في ناس حضرتك مش هتقترحي عليهم الاقتراحات الثلاثه، ممكن تقترح عليهم اقتراح واحد، وفي ناس هتديهم الاختيار بتاع واحد او اثنين او واحد او اثنين او ثلاثه او اثنين وثلاثه او واحد وثلاثه ايا كان. في الطب التاخر بتاع الانجاب ده اسمه patient counseling. يعني ايه patient counseling؟ احنا الاثنين بندردش في موضوع معين، حضرتك بتقولي لي رايك وانا بجاوب على رايك والعكس. ما ينفعش ان انا هي كده وبتتعمل كده، وما ينفعش في الطرف الثاني ان هو يقول هي كده وانا ما بعملهاش الا كده. بس تقدري انك انت مثلا تقولي والله هنخلينا كنا هنتكلم على الجزء الثاني اللي هو الحيوان المنوي مع ضعف التبويض. في رجل وامراه بيجوا بقالهم 10 سنين متجوزين. الرجل يسير في رحله اسمها رحله تحسين جوده الحيوان المنوي، والمراه عندها مشكله في التبويض. السيدات اللي عندهم مشكلة في التبويض لما تجتمع مشكلة التبويض مع ضعف في الحيوان المنوي العلاج من اللحظة الأولى هو حقن مجهري. ليه؟ لأنه الكومباوند أو الكومبلكس انفيرتيليتي اللي هو تأخر الإنجاب لما يبقى فيه 2 عوامل من بتؤثر مثل الأنبوبة فيها مشكلة وفي مشكلة في التبويض، الأنبوبة فيها مشكلة وفي مشكلة في الحيوان المنوي، الحيوان المنوي فيه مشكلة وفيه مشكلة في التبويض، اللي هي أكتر من سبب يعوق الحمل، الفرصة بتاعت حدوث حمل طبيعي بتبقى أقل. فإن كنا هندي علاجات لده وده أو للرجل والمرأة لازم يكون بقى مش هنديهم اللي هو 6 شهور وسنة زي ما كنا بنقول من شوية، لا هياخدوا مثلا 3 شهور 6 شهور. لو ما حصلش حمل يبقى يلجأ الزوج والزوجة إلى ما يسمى الحقن المجهري. تمام. طيب دكتور حضرتك قلت التبويض بيحدث من اليوم 9 من بدايه الدوره الى 16 او 17. طيب لو ممكن ايه السبب بقى لما بيحصل، ممكن مثلا يحصل ترحيل يومين في الاول او يومين في يعني، ولا هو لازم كده؟ لا ما فيش حاجه اسمها لازم. بصي حضرتك عشان لو انت عايزه تمشي ساينتفك، لو انت عايزه تمشي علميا في انك انت تعرفي هو بيحصل امتى تبويض، الادوات اللي في ايدينا هو بعض تحاليل الهرمونز بتاعت الدم، هو بعض الاختبارات المعمليه اللي بتتعمل في اليورين في البول في البيت عشان معرفه امتى التبويض بالظبط، ومتابعه المبيض اثناء نزول الدم بتاع الدوره واثناء الفتره بتاعت منتصف الدوره لحد لما تيجي تلقطي اليوم اللي بيحصل فيه تبويض. احنا معانا صورة وهو متغير جدا، يعني الصورة دي هي صورة فيها 4 ألوان. اللون الاولاني دور اللي هو الروز، دي الوقت اللي هو بينزل فيه الدورة. تمام. وبعدين اللون الازرق اللي هو الفترة بتاعت اعداد بطانة الرحم لاستقبال الجنين الذي يأتي من الانبوب، والنص اللي هو من الساعة مثلا 5 الظهرية لحد الساعة 6-7 بالليل ده اللي هو بتاع نزول البويضة ودخول البويضة في اللي هو الوقت بتاع التبويض. اللي ليه هو طبعا هنا وقت التبويض متغير ليه؟ لانه حضرتك بتدوري على بويضة
المفروض يقابلها حيوان منوي، البويضة دي عمرها 24 ساعة بس، يعني من ساعة لما تخرج من المبيض لها 24 ساعة إن لم تلتقط حيوان منوي وإن لم تجد حيوان منوي في طريقها هتموت البويضة. فهي بعد كده هو في اللي هو الفترة الأخرانية اللي هي ما بعد حدوث التبويض اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اللي هي بتاعت تهيئة بطانة الرحم لاستقبال الجنين. هي لسه. طب دكتور، هل في علامات معينة يمكن من خلالها معرفة التبويض؟ طبعا. إيه؟ في ارتفاع في درجة الحرارة شرطتين ثلاثة. تمام. ودي طب بقى اللي هو من قبل لما المبنى ده يتعمل. متأثر قوي بقى. والحاجة التانية هي الميوكس اللي هو شوية الإفرازات اللي بتنزل، الكلير ميوكس اللي بيجي في الوقت اللي هو المخاط يعني اللي بيجي في الوقت بتاع التبويض بس. تمام. طيب في حاجه بتقول ان في ان احنا بنعمل فحوصات او 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 لا عفوا بتستعمل حاجات عشان نرفع كفاءه المبيض، لكن هل في هناك فحوصات من خلالها اتاكد من سلامه التبويض؟ التحليلين الاساسيين اللي هو التحليل بتاع التاني او تالت يوم او رابع يوم نزول الدوره. تمام. والتحليل بتاع الانتي مولين هرمون. وكان زمان في هرمون اسمه البروجستيرون لا زال بيتعمل لحد دلوقتي. تمام. اللي هو بيتعمل في اليوم 19 او ال 20 او ال 21 من نزول الدوره. طيب لو ما حصلش تبويض في شهر من الشهور، هل ده معنى كده يكون في خلل في الهرمونات؟ مش علاقه. اكتر من 90% من السيدات اللي عندهم تبويض هم هرمونيا سلام. اكتر من 90% من السيدات اللي عندهم تبويض هرمونيا هم سلام. تمام. ممكن يبقى هرمونيا عندهم اضطراب وعندهم تبويض، دول ال 10%. اقلبي الايه. 90% من السيدات اللي عندهم هرمونات مضطربه عندهم ضعف في التبويض. يعني ده مرتبط بده. و10% منهم عندهم تبويض مع اضطراب الهرمونات. طيب خلينا نتكلم بقى في قصه الهرمونات. هل ارتفاع هرمون الاف اس اتش يؤثر على ضعف التبويض؟ هرمون الاف اس اتش هو واحد من المقاييس او مدلول على كفاءه المبيض. احنا اتفقنا هم اربعه. تمام. اللي هو نمره واحد حجم المبيض، نمره اتنين استجابه المبيض للادويه، نمره ثلاثه الهرمونز اللي بتتعمل تاني او تالت يوم الدوره، نمره اربعه الانتي مولاريان هرمون اللي هو مخزون المبيض. طيب في كمان هل في تحليل بقى اللي هو الاي ام اتش؟ ده تعتبر خطوه اساسيه لمعرفه هل هناك تبويض ام لا؟ انا لست هذه المدرسه، رغم انها مدرسه تحترم ومدرسه موجوده وكبار من يعملوا في هذا المجال في مصر او في العالم بيلجاوا اليه، ولكن انا دايما بقول يعني واحده سيده مثلا اهي جات لي، انا شفتها النهارده 42 سنه متجوزه بقى لها 6 شهور، الانتي مولينا هرمون بتاعها قليل، المبيض بتاعها شكله ممتاز وحجمه رائع، هل ده معناه ان السيده دي مش هتحمل؟ لا طالما المبيض كويس. لا هو احنا اتفقنا انه في مقاييس كثيره لمعرفه كفاءه المبيض ايه. ده معناه انه كفاءه المبيض هي قليله سنه. طب ما طبيعي في واحده ست سنها 42 سنه، ده هي لو جابت اختها اللي سنها 42 سنه وعملت الانتي مولينا هرمون وهي عندها عيال هيطلع الانتي مولينا هرمون برضو فيه شويه لخبطه. الانتي مولينا هرمون يعطي مدلول على نسبه حدوث حمل من الاجراء اكثر منه قياس كفاءه المبيض. طيب دكتور، هل يعني من التساؤلات كمان، هل حبوب منع الحمل بتؤثر على التبويض؟ لا 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 لا، احنا حاليا بقينا بندي اقراص منع الحمل لكل السيدات قبل بدء التنشيط، لانه دون زي لما نقعد على الكرسي دون قبل لما نبدا الحلقه ونقوم مغمضين عينينا ونقعد نريح شويه نقيل كده. فالاقراص بتاعت منع الحمل بتريح المبيض ما قبل بدء التنشيط، واقراص منع الحمل لما بتتاخد في سيده منجبه لما بتقف فرصه حدوث حمل بتبقى عاليه قوي في الشهور اللي بعد ده لما تقف الاقراص. تمام. طيب الافرازات في فتره التبويض بتختلف عن الافرازات في الايام العاديه؟ الافرازات ممكن تختلف. طيب يعني في بقى سؤال كتير قوي من السيدات برضو بتاع عايزه تعرفه، طول او قصر فتره الدوره الشهريه بيبقى له علاقه يا فندم بالتبويض؟ له علاقه بيوم التبويض، ولكن ليس له علاقه بهذه السيده عندها تبويض ولا لا. ايوه تاني. نقولها تاني. يعني لو احنا النهارده قلنا سيده
يوم 1/8 جات لها الدوره، يوم 22/8 هتجي لها الدوره، يوم 15/9 هتجي لها الدوره، يوم 2 او 3/10 هتجي لها الدوره، يعني الدوره بتاعتها قصيره. ما هياش 28 يوم. هل ده معناه ان السيده دي ما عندهاش تبويض؟ لا 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 خالص، عندها تبويض، بس التبويض بتاعها في ايام قد تكون بدري عن اختها اللي بتجي لها الدوره كل 28 يوم. طيب لو سيده جات لها الدوره يوم 1/8 وبعدين اللي بعدها يوم 5/9 وبعدين اللي بعدها يوم 10/10 وبعدين اللي بعدها يوم 15/11، يعني بتطول، يعني بتيجي كل 35 يوم. هل ده معناه ان السيده دي يعني البويضات بتاعتها بتشيخ، او زي ما بيقولوا، او البويضات بتاعتها بتتخزن، الكلمات الدارجه عندنا، او البويضات بتاعتها بتموت جوه المبيض قبل لما تخرج، اللي هي المعلومات اللي في بعض الناس بتبقى حافظاها؟ طبعا لا، لانه هي طول مدة الدورة سوف يكون له تأثير برضو تاني على متى يحدث تبويض عند هذه المرأة. بقى انت ممكن تيجي تجادليني في ايه، لو السيدة دي عندها الكورة اللي بتبان في المبيض 17-18 ملي في اليوم ال 14 او ال 15، اديها الدواء اللي بيفتح البويضة بدري بدري، بحيث انها لما تطلع بويضات، واخد بالك، تبقى بتطلع البويضة بتاعتها بدل ما هي تظل كامنة في المبيض فترة طويلة، تخرج بدري فيحدث لقاء بينها وبين الحيوان المنوي بدري، فتتخصب بدري، ومش مهم الفترة بتاعت اللي هو اليوتيال فيز اللي هو الجزء الأخير من الدورة قد إيه. فأنت كده تبقي اتأكدتي إن في بويضة بتخرج بدري عن ميعادها عشان ما تفضلش قاعدة في المبيض، قد ده يؤثر سلبا على جودة البويضة وهي بتخرج من المبيض. تمام. طيب الحاجات اللي ممكن تأثر على التبويض، هل الأنيميا أو السمنة؟ ممكن الأنيميا والسمنة. طبعا. إزاي؟ الأنيميا لأنه إحنا قاعدين النهاردة في الاستوديو، درجة الحرارة هنا 25، درجة كويسة لطيفة مناسبة لي قعدتها. تخيلي قفلوا التكييفات وإحنا حوالينا الأنوار ديا، ودرجة الحرارة عليت ل 37-38، إيه اللي هيحصل؟ درجة حرارة عالية، انت مش هتبقي مبسوطة خالص. لا. ليه؟ لأنه الأوعية الدموية وكمية الجسم ممكن تتغير. تمام. لأنه بقى في فلاشنج، بقى جسمنا كله الأوعية الدموية قاعدة بتضخ كميات دم كبيرة، وبقينا فلاشت، بقينا حرانين. نفس الكلام بالنسبة للمبيض. المبيض ده متعود إنه في كمية دم معينة بتعدي عليه. جوه الدم ده في كرات دم حمراء بتحمل اكسجين بكميات معينه للمبيض ده. طلع المبيض ده لجبل عالي جدا، او نزل المبيض ده لاكثر الاماكن انخفاض في العالم، فقلت نسبه الاكسجين اللي واصله للمبيض ده. يعني مقصودي انه نسبه الاكسجين عشان في انيميا قلت للمبيض ده، فبالتالي المبيض ده هيتفاعل عن طريق ان هو يا ما يطلعش بويضات، يا يطلع بويضات والبويضات دي مقطوع نفسها، لان هي ما خدتش الغذاء الكافي. ده تخيلي انا، ده تخيلي انا. ده للانيميا. طب والسمنه؟ السمنه تاثيرها على التبويض ان في بعض الهرمونز بتعلى في جسم هذه المراه، بياخدها الخلايا اللي هي بتاعت الفات سيلز، فديا بتاثر على التبويض وجودة البويضة وعدد البويضات اللي بيفرزها الجسم. بس تاني، في سيدات اديهم زي ما تديهم من جرعات منشط، هم خسين، هم سمان، هيطلع نفس عدد البويضات. وفي مجموعة، وانا رأيي ان دي مش مجموعة كبيرة، هتستفيد من انقاص الوزن. انا دايما اقول للستات اللي انا عايزهم ان هم يقللوا من وزنهم، إن لو وزنك هيؤثر سلبا على الحمل، يفضل انها تخس قبل لما تعمل اجراء يسهل عملية الحمل. تمام. يعني احنا قاعدين دلوقتي، وانا مثلا انا سيدة وانا وزني 120 كيلو، بعد لما حاولت هزيد لي بتاع 30 كيلو، يعني هوصل ل 150 كيلو. لو انا وصلت ل 150 كيلو ده هيأثر على جسمي؟ طبعا اكيد. يبقى المفروض اخس قبل، حتى لو 10 كيلو بس، قبل لما أي حاجة يحصل حمل، قبل لما احاول ان انا اجري عشان يحصل حمل. انما لو قلت لي الست اللي 120 كيلو والست اللي 80 كيلو هتعرف تنشطهم، هزود جرعه الدواء شويه، وهخلي المبيض ده يطلع عدد بويضات قد المبيض ده بتاع الست اللي هي متوسطه، او هخليه يطلع بيض اكتر لو عليت جرعه الدواء.
اتفقنا؟ تمام. طيب سؤال بقى يا دكتور، يعني بس مش عارفة، هل الحالة النفسية ممكن تأثر على طبيعتك؟ طبعا. إلى أي مدى يعني؟ إلى أي مدى؟ بص حضرتك، أنا مثلا الحالة النفسية ممكن تؤثر على المبيض إزاي؟ زي أي حاجة في جسم البني آدم. لو إحنا النهاردة قاعدين وفي رابور في الحديث بيني وبينك، الحوار سوف يكون لطيف. إن كان هناك لا رابور أو مفيش نوع من أنواع التجانس أو التواصل في التواصل، تمام، يبقى الحديث لن يكون حديث مثمر على الأقل. مثمر. فنفس الكلام بالنسبة لي أي حاجة في جسم البني آدم. هو البني آدم اللي بيصحى مكتئب، بيصحى عنده وجع في المفاصل، وبيصحى مش عايز يغسل وشه، ومش عايز يشرب كوباية الشاي، وملوش نفس يلبس هدومه عشان ينزل، ولو دقنه طويلة هيسيبها طويلة، ولو شعره منحكش هيسيبه منحكش، ولو شعرها منحكش هتسيبه منحكش، و يعني بتأثر طبعا. فنفسي قطعا انا متأكد ان ليها تأثير طبعا. بس هل دي ليها تأثير على عملية حدوث الحملة كتوتل؟ انا مش مقتنع، يعني مش علميا ما يؤكد ذلك. تمام. طيب ايه علاقة هرمون الحليب بضعف التبويض؟ قد يكون هناك في بعض السيدات كوريليشن بين الهرمون ده ويضعف التبويض. تمام. واسباب ارتفاع هرمون الحليب عموما؟ اسباب ارتفاع هرمون الحليب زي ما كنا بنذاكر في الكتاب كتير، بس اكثرهم حاجات معينه بتيجي من غده في المخ. طيب. اوكي. طيب قبل ما نختم حلقتنا مع حضرتك، ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تقدمها للمراه ايام التبويض علشان تحدث الحمل؟ بص حضرتك، النصايح الاساسيه هي نمرة واحد، لو عندك تبويض ما تاخديش أدوية لتنشيط المبيض. تمام. ولو عندك تبويض وهتاخدي أدوية لتنشيط المبيض، لا تدعي الوقت، يبقى هو ايه، احنا عايشين بناخد أدوية تنشيط واللي يحصل يحصل. وإن كان هناك أدوية هتتاخد لتنشيط المبيض، لأنه فعلا المبيض محتاج جرعات تنشيط، والجرعات دي هتبقى عالية، لابد أن يكون هناك قعدة مع النفس لمعرفة أنا هاخد أدوية تنشيط بقد إيه، وهستفيد بنسبة قد إيه من جرعة المنشط اللي أنا هاخدها. ولو أنا هاخد أدوية تنشيط وفي مشكلة في الأنبوبة أو في المبيض، أنا بقترح إنه يبقى التنشيط في نطاق ضيق جدا، لأنه عدد الستات اللي هيحملوا من وراء منشط زائد مشكله في قناه فالوب، او منشط زائد مشكله في الحيوانات المنويه، هيبقى قليل جدا. فلو انا عندي اجراءات طبيه زي الحقن المجهري، هتعلي لي قوي من نسبه حدوث حمل 10 اضعاف اللي انا بدور عليه بان انا اخد منشطات وبس، يبقى الجا الى الاجراء اللي يديني نسبه حدوث حمل عاليه. احنا بنشكر جدا استاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري واطفال الانابيب، ونتمنى تكونوا تابعتوا حلقتنا واستفدتوا من اللي قاله الدكتور. بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. وانتهت حلقتنا النهارده من صحتك بالدنيا، متواصلين مع حضراتكم خلال شهر رمضان الكريم، والى اللقاء وحلقه جديده من صحتك بالدنيا.